ميغيل مارتينيز يلي اليوم كمان يعني ميغيل مباراه كبيره جدا صح. خاصه باخر كوارتر حسمتها باخر كوارتر يعني سجلت مررت وعم تشوف بيروت عم يلعب بطريقه حلوه 18 اسيست عاملين كمان صح. اليوم ايه. ليك نحن يعني نمتاز بالريباوندز بالاسيست وبالديفنس عندكم مشكله يعني بالترن اوفرز عم تتحسن ترن اوفر ايه عم نتسارع كثير عرفت يعني في عندك جارديان اجانب وشوي نحن عم نتسارع اكثر من اللزوم يعني ف ليك التضامن هارد لاك لهم عم بيلعبوا عم بيقاتلوا مزبوط خسر من قبل بس الطريقه اللي عم يخسر فيها عم بيقاتل يعني اليوم جايين اوكي مش محنين ولا جيم بس كانوا ثريت لاخر دقيقتين يعني بس اي ثينك مع الوقت بيرجعوا بيعوضوا يعني عم بتحسنوا كثير منيح مع الكوتش يعني بتاني راوند كمان رح يكون عندهم تشانس ايه لانه رح يلعبوا يرجعوا يربحوا يعني انتم باي بول رح تكونوا بالاي ولا بالبي؟ ليك اذا بقول لك انا بالنسبه لي ما بتفرق معنا لانه مش معروف مين ثالث رابع عرفت؟ هلا نحن اذا بنربح الشانفيل بنصغي الفرق بصير فرق جيمان مزبوط. هلا حلوه تكون بالبول اي اكيد اكسبوجر مثل ما بيقولوا مش بس قصه اكسبوجر يعني بتهربوا من الثلاثه الاول بالبلاي اوف يعني صح. اللي بده يطلع تحت مين ما كان سادس سابع ثامن بده يلعب مع الاول ثاني ثالث من فوق بس يعني. انا قصدي مش معروف مين ثالث رابع الحكمه طالعين طلوع طالعين يو نيفر نو هذه هي بس يعني بطوله حماسيه مش معروف مين ثالث رابع خامس يمكن راوند الجاي الخامس يصير ثالث او ما بتعرف صحيح جيمكم انتم وشانفيل يوم الجمعه كيف بتشوف هذه المباراه يعني فريق شانفيل خسارات متتاليه بده يجرب يعود باي طريقه وانتم عندكم هدف تخلصوا خامس يعني أكيد كل أكيد. واحد عنده تارجت صح مختلف صح 100% جيم كثير مهم لانه اخر جيم قبل البريك اذا بدك فحلو تخلصها على وين ونحن اذا بنربح تقريبا وي سكيور قال لك 70% لانه المتحد عنده تو جيمز اواي رياضي هومنت من برات ارضه هيك بركي بنطلع على المتحد ناكل كنافه قبل الجيم عرفت كنافه ولا حلاوه الجبن حلاوه اللي بدك حيلا فبنطلع هلا بنشوف شو على شو بده يعمل بنشوف اذا حناكل قبل ولا بعد ميغيل انا بدي اشكرك على تقدم مستوى كثير يعطيك العافيه ثانك يو ثانك يو يعطيك العافيه